نعم، احتفالا برأس السنة العبرية اقتحم مئات المستوطنين قبر يوسف بالمنطقة الشرقية بمدينة نابلس عقب اقتحام موسع شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة حواجز محيطة بمدينة نابلس، أبرزها حواجز حوارة وعورتة وبيت فوريك. جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا في نطاق المنطقة الشرقية، وعلى غير ذي العادة دفع بعشرات الآليات العسكرية، إذ أننا شهدنا طوقا أمنيا واسعا امتد إلى أطراف عمق المدينة على غير المرات السابقة، سيما وأن عملية الاقتحام جاءت بعد ساعات من تنفيذ وحدات خاصة إسرائيلية عملية اغتيال استهدفت 4 شبان فلسطينيين من قادة كتائب شهداء الأقصى، مجموعات شباب الثأر والتحرير في منطقة السوق الشرقي بالمدينة. الآن وسط حالة من الإضراب الشامل والحداد العام نستمع إلى أبواق مركبات الإسعاف التي تعمل على نقل طبعا الجنازات الشهداء في هذه اللحظات، حيث أنه من المفترض أن تصل الجثامين 4 في هذه الأثناء إلى ميدان الشهداء في مدينة نابلس لأداء صلاة الجنازة على الجثامين 4، ومن ثم طبعا أن يكون هنالك انطلاق إلى مخيمات بلاطة وعسكر لإلقاء نظرة الوداع على الجثامين قبل مواراتها الثرى. حالة من الغضب في المدينة والتصعيد، إذ قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها بأن الشهداء 4 الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم عصام الصلاج ونعيم عبد الهادي وكذلك أيضا سليم أبو سعدة وعبد الحليم ناصر هم من قادة كتائب شهداء الأقصى، أكدت أن عمليات الاغتيال لن تنال من عزيمة المقاتلين الفلسطينيين، وأن الاحتلال سيدفع الثمن أزاء استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، التي تضاف إلى حملة ممنهجة في إطار استمرار سياسة الاغتيالات، وعلى الجهة المقابلة سياسة المداهمات والاقتحامات. وقبل قليل انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفارع إلى الجنوب من مدينة طوباس عقب ليلة ساخنة استمر فيها العدوان نحو طبعا 10 ساعات متواصلة خلال عملية الاقتحام التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية. رافق عملية الاقتحام هذه عمليات إنزال جوي تركزت في منطقة كجدة وهي مناطق محيطة بمخيم الفارعة. كتائب شهداء الأقصى قالت أنها أوقعت قوة عسكرية إسرائيلية في كمين محكم أدى لإصابات محققة، ورصد طبعا مركبات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبات إسعاف قرب حاجز الحمرة، لكن حتى هذه اللحظة لم تعلن المصادر الإسرائيلية طبعا أي معلومات متعلقة بالإصابات، بالإضافة إلى رصد إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة في مخيم الفارعة إلى الجنوب من مدينة طوباس. قبل قليل انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من المدينة، لكن يتزامن هذا مع استمرار حالة التصعيد وتجديد الحواجز العسكرية. هنالك إغلاق تام لحاجز الحمراء إلى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس، بالإضافة إلى حواجز محيطة بمدينة نابلس وتجديد الإجراءات على تنقل الفلسطينيين، خشية أن يكون هنالك عمليات رد من قبل المقاتلين الفلسطينيين باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في المنطقة. كل الشكر لك زميل خالد بدير، كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا.